في هذا المقطع راح نرسبن ثلاث بوسات اسطوريين. بوس الاوفيس. طيب خلينا نشوف شو هذا الكائن الجديد. بسم الله الرحمن الرحيم. مانتيكور. يا ويلكم والله. مين هذا؟ هولي شيت. دودوريكس. راح نتحدى فيهم بوس الاوفيس والدودوريكس. رسبن دودو. اوكي هذا سلام ليش؟ وراح نجيب العيد في بيتنا وديناصوراته. جبت العيد جبت العيد جبت العيد. هولي شيت. اوه ماي جاد. استمتعوا وما تنسونا من دعمكم بلايك. السلام عليكم، تحياتي لكم ويسعد اوقاتكم جميعا. رجعنا لكم مقطع جديد للعبه ارك برومو. حياكم وبياكم حبايب. كبدايه شكرا على الدعم اللي بتقدموا لي اياه، وشكرا على اللايكات، وشكرا على كل شيء بتعملوه. وبرضه في هذا المقطع بتمنى ما تنسانا من اللايك. وخلينا نبلش مقطعنا يا اخوان. في المقطع السابق زي ما شفنا وزي ما عرفنا، جبنا الغالي هذا القرد جدا قوي. عمال بتطلع الفرق بين القرد البوس هذا والقرد اللي عندي الباور، والله فرق شاسع بينه وبين هذا. اوكي وروضنا البرود مذر او رسبناها بالاصح، ورسبنا الغالي هذا. طبعا لحتى الان هذا بالنسبة لي كاسر الارقام القياسية بالنسبة لي. اقوى اشي عندي الكائن هذا، هذا الغالي هو اقوى اشي حاليا عندي يا اخوان، جدا اسطوري وجدا قوي. لكن حاليا بدنا ننتقل للاشياء التانية اللي في الطاولة اللي هم هدول يا اخوان. احنا سوينا هدول كاملين، طلع لنا اللي فوق تمام. عندنا هذا وعندنا هذا وعنا هذا وعنا هذا. على ما اعتقد هيك باعتبار احنا سويناهم جاهزين. ان شاء الله انه ايش ما نكون قصرنا في اشي. سوينا شو بس اتاكد. بضل عنا يا اخوان بعديها اللي هي هاي. سويناش هاي؟ سوينا شو اتاكد بس والله. ثواني. اوكي ثواني يا اخوان. حاليا سوينا. بضل عنا هاي يا حبايب. بضل عنا هاي. بقدر اسويها هاي. بدها برومو. ايش بدها؟ ثواني. فنرير سيلفر هارت. فنرير سيلفر هارت. اوكي هاي بدها فنرير سيلفر هارت، وهاي ايش بدها؟ فنرير سيلفر هارت، وبدنا هاربي هارت. اوكي وهاي نفس الاشي هاربي وفنرير. اوكي لازم نقتل فنرير وهاربي. ما بعرف شو مين هدول بالضبط، لكن فنرير الاغلب انه الذئب. خلينا حاليا نبلش في موضوع الادوات هدول. نرسم اول واحد يا اخوان يوتيرينوس. اوكي ما بعرف شو قوته بالضبط هذا، راح يطلع قوي او لا. خليه واقف ونستنى شوي. اقول لك لا زمان زمان ليش اغلب حالي. في عندي يوترينوس هون عليه سدل، ناخده منه ونحطه عليه. هلا هذا شو الفرق بين هذا وهذا؟ ما بعرف صراحه. هل احنا رسبنا البرومو من قبل؟ في فرق بيناتهم هدول ولا هو نفسه؟ خليني اجرب قوته بس، اجرب ضربته يا حبايب اذا هو مختلف او لا. ما بعرف صراحه، لكن هو نفس الشكل يعني ما فرق. ما في كائن هون ولا هون؟ ايوه في كائن هون. سمكه في هون سمكه. تعالي انت تعالي. الله يعينك. نغلب حالنا فيه يا اخوان ولا لا؟ مش عارف والله اذا اغلب حالي فيه ولا لا. حاسس انه ما بسوى الغلب اليوترينوس صراحة. اوكي حبايب لفلنا ماكس، اعطينا امبرنتنج. مش عارف هذا كانه تكرار او مسويه من قبل انا مش عارف صراحة. فبلا هذا ما راح اطوره، ما راح اتعب عليه في الطفرات او اشي. فخلينا نغير نشوف ايش تاني. تاني يا اخوان نفسه. شو الفرق بين هذا وهذا؟ شو الفرق؟ اوكي ما في فرق يا اخوان، هو نفسه صحيح. هذا اوكي برضه دراجون بس بيطلع باعتبار او بيجي اسمه غير كانه. ايوه بيجي ايش مونريش. انت نفسه يا اخوان بالضبط، والله نفسه يا اخوان. مش شايف فرق انا صراحه، بس ايش بيجي بليفل اعلى. عندك بيجي بليفل 300 لكن احنا طورناه، يعني يعتبر هذا هو نفسه. اوكي مدام هيك يا اخوان، مدام هيك بدنا نروح نقتل اللي هو الفنرير والهاربي تمام. الفنرير والهاربي. اوكي حبايب انا بقول نروح نقتل الفنرير والهاربي لانه هدول باعتبار تكرار، ما في فرق بيناتهم. من مره ان الفنرير هذا اقرب واحد، هذا وين قريب علي؟ هذا هو. لا هذا اللي قريب علي، خلينا نروح عليه. طيب خلينا ناخذ الغالي هذا معانا بما انه تكرار فما بلزم يا اخوان والله. ولا ايش رايكم؟ ما بلزم تكرار بعتبر، احنا التكرار ما بدنا اياه. اوكي وصلنا له، هذا قريب والله، قريب جدا قريب جدا. مين هو البوس هذا؟ هذا ايش اسمه؟ ثورني ديفل بوس. اوكي
مين هون عندنا؟ هذا هو. هولي شيت، فنرير بوس. شفته من قبل هذا؟ انا والله ما انا عارف شفته ولا لا، لكن عامل الدنيا. تعال يا غالي، نزل لي الغالي البيك فوت، اقوى اشي في الدنيا. تعال يا معلم، والله هذا مبين قوي، 77 مليون. هولي شيت، هذا كتير قوي. مات والله، كان قتلني لولا الدم اللي معاي ولا كان مت. وين الهارت يا معلم؟ اوكي ما في مشاكل هون، ننزل ناخد الهارت بس ثواني. اولي شيت، شو نزل لي يا الهي، شو نزل لي يا زلمه؟ هات كل شيء. اوكي هذا قتلناه. حاليا عندنا الثاني اللي هو الهاربي، هذا الغالي رومو هاربي. اوكي خلينا ننطلق له على السريع ونقتله. لايتنج جريفن، والله البيك فوت يا اخوان اسطوري، ورب البيك فوت ملك ملك في اللعبه هاي. هو اقوى شيء تقريبا اعتقد، يعني اقوى بوس يمكن موجود اللي هو البيك فوت اعتقد، لسه مش متاكد الا نرسم اللي بعديه ونتاكد. اوكي مين هذا؟ هاربي. هذا ما بقدر اقتله لهلا، ما عرفت كيف اقتله، انا اتدمج، ما عرفت كيف اقتله لهلا الهاربي هذا. هل معقول لازم اقتله فيه؟ اوكي الاغلب اني راح اقتله في شيء ثاني، بس نتاكد ثواني. هل بدمجه؟ طيبين ما بتدمج، ما بتدمج على ما بتدمج، صفر صفر بدمجه صفر. طيبين؟ ما بدمج، ما بقدر ادمجه، ما بقدر ادمجه هذا الغالي. فالاغلب انه عن طريق شغلة تانية. تمام؟ نرجع البيت. وين؟ هوم يارد. اوكي اوكي الاغلب انه عن طريق شغلة تانية بتدمج، الاغلب عن طريق شغلة تانية. طب خليك انت هوني وهلا بورجيكم في شغلة ما بنقدر نصنعها، تحتاج بس ايش اللي هي هاي، شايفين؟ مش هاي، لا انا ما تحتاج هاربي، بس هاي هاي هاي، ايوه هاي تحتاج فنرير بس، فراح نصنعها. بس اول شيء ننسخ. اوكي حبايب خلينا نصنع اللي هي هاي. وين هي؟ لا مش هاي، هاي. خلينا نصنع هاي، حاليا نقدر نصنعها. خلينا نشوف شو جواها. هاي نقدر نصنعها؟ ما بنقدر، شايفين بدنا هاربي. هاي وهاي بدها هاربي، نقتل الاوفيس يعني، بص الاوفيس. طيب خلينا نشوف شو هذا الكائن الجديد. بسم الله الرحمن الرحيم، مانتيكور يا ويلكم. والله رادع سريع. اوه اللي شت، والله اسطوري. 300 دمج، 300 يا اخوان بدون سي. كليك يمين، دمج 300 بدون اي ليفل، بدون اي اشي. والله هذا اسطوري. برسبن، ترى شو برسبن، روحوا. والله هذا اسطوري، بدون امبرنتينج، بدون اي ليفل، بدمج هيك. طيب خليني اظبطه وارجع لكم حبايب. اوكي حبايب طورته وظبطته وحاليا ومعاه امبرنتينج ومعاه كل شيء جاهز يا اخوان. بدنا نجرب ضربته. 5,721,000. اوكي اتخطى هذا؟ ما اتخطى، مش معقول صح؟ هل اتخطى الغالي هذا؟ معقول؟ اتمنى اشوف والله. 5,102,000 والله اتخطاه يا اخوان، اتخطاه. هذا دمجه اعلى لكن ما بركب له سدل يا اخوان، ما بركب له سدل. لا ضربته اقوى يا حبايب، والله ضربته كتير اقوى. خلينا ننطلق حاليا للهاربي ونقتله، خلينا اوصل له وارجع لكم. اوكي يا حبايب بسم الله الرحمن الرحيم، وينه؟ هذا هو. ما بنعمل له، بنهاجم عليه؟ ما بنضرب كانه؟ بنضرب ولا شو؟ مش عارف هو بنضرب ولا لا، ماني حاسس بنضرب. وين هو؟ وين هيلو؟ لا انضرب. اوكي بنضرب بنضرب يا حبايبي بنضرب. عن طريق المانتيكور، عن طريق المانتيكور بنقدر نضربه. بس غريب برضه، بس ايش؟ درس من اجي، درس من اجي. هولي شيت، لا ايزي ايزي جدا.
نروح روحه بس بندودو. اوكي هذا صعب ليش؟ لا شلناه شلناه ايزي يا اخوان. اخذنا الهارت اخذنا الهارت جميل جدا. اخذنا الهارت اخذنا اشياء الصور. مين هذا؟ والله اخذنا مليون شغله. اوكي جميل. مين؟ اوكي حصلنا القلب حاليا. حاليا على الاغلب نقدر نرسبن اللي بعديه يا اخوان. هوم يارد. اوكي حبايب ننزل الغالي ده هون ونشيل هاي. ايوه جميل جدا. اوكي حصلنا القلب حاليا وعلى ما اعتقد انه بنقدر نرسبن اللي بعديه. اوكي نيجي هون نجي على القلب. اوكي نسخناه تمام ونيجي هون يا حبايب ونشوف هلا شو اللي بعديه. اوكي هلا بدنا نشوف يا اخوان شو اللي بعديه. هلا عندنا اللي هو ثواني نشيل هاي نشيلها. عندنا هاي هادي بدها ايش؟ مش هاي. لا مش هاي. هاي هاي وهاي يا اخوان. ضل عندنا هاي وهاي وبهيك بنكون جاهزين. بنكون جاهزين بعدين بدنا نواجه هاي. لازم تفتح عندنا هاي. اوكي خلينا نرسبن هدول الاثنين. خلينا نرسبن هدول الاثنين يا اخوان نشوف شو هم. ثواني نشوف. بسم الله. اوكي عنكبوت سبايدر برضو. اوكي السبايدر تعتبر مكررة لانه عندي هاي. اوه بس هاي افضل مليون مرة. هاي اقوى بليار مرة اقوى هاي. ولا خليكي هون سواء ناخد السدل من هاي. اوكي هاي باعتبار مطورة يا اخوان. تعتبر مطورة. هذه مطورة اكتر. اوكي ثواني حلو. اركب على سبايدر عادي. شادو سبايدر. اوكي خليني محلك. شادو سبايدر الى سدل مختلف يعني شادو. الى سدل مختلف. ما فتح عندي يا اخوان ليه؟ طيب والبعد اللي شادو سبايدر شو هو؟ الغالي هذا. مين هذا؟ هولي شيت دودريكس لرايس دودريكس. اوكي بس والله ما هو مبين من الالوان اللي عليه دودريكس. طيب خلينا نجيب سدل. رسبنته يا حبايب لكن مش عارف الصراحه من وين السدل تبعهم. مش عارف من وين السدل لهذا والسدل للثاني يا اخوان. مش عارف من وين هذا وهذا. ما بركب عليهم السدلات العاديه. وغير هيك هذول مسكرين عندي. هذول مسكرين عندي ما بعرف ليش. اللي هو هاي مسكر عندي. في كمان واحده مسكر عندي برضه مش عارف. اوكي حبايب نجرب نسوي هذول. بصراحه ما عرفت كيف اسوي هدلاك. ما عرفت. راح اسال الشباب وان شاء الله بعرف. ايش هو برومو كور؟ كور امسك سوي لي هذا. حاليا سوينا الفونكس والتيك شي وهذا الغالي. انا اشوف هدول الاشياء ونشوف قوتهم وشو قدراتهم وشو بيعملوا. والله انا اهريني هدول الاشياء اللي سويتهم. اوكي انا نشوف هذا يا اخوان التيك. والله اسطوري رب اسطوري. حس اكبر من العادي صح؟ اوه والله اسطوري يا اخوان مش سيء. ها بدي نشوف دمجه. اضرب يا زلمة. 27000. اوكي حبايب لفلته اعطيته امبرنتنج صار 129. مش هالقوة لكن مفيد يعني كبداية. هو مفيد. هو كان لازم بالبداية سويناه هذا. مفيد كبداية يا اخوان فقط لا غير. وهذا الغالي الدرون. اوكي بيطير هذا صح؟ شو بيطير هذا؟ اظن بيطير يا اخوان. ايوه هيك. وبضرب. اوكي حبايب لفلته ماكس. والله انه حلو. عجبني يا اخوان هذا الاشي. 2000 دمجه ما بزيد يعني لفلته ماكس وما زاد. هو من اول ما روضته 2000 وضل 2000. بس والله حلو حلو للتنقل وهيك. اله سي اله اكس الكمين ما اله ما اله. بس والله اسطوري يا اخوان. سبام بيعطي باعتبار 2000. قذائف من فوق شايفين كيف؟ والله جميل. والله انه اسطوري عجبني انا. والله مفيد كبداية. بينفع اضرب من فوقيه؟ اوكي ما بينفع اضرب من فوقيه. هذه سلبية. بس والله كويس. يعني مفيد كبداية. حتى الآن قاعد بفكر كيف بموضوع
كيف نركب الدودوريكس وكيف نفتح هدلاك؟ مش عارف كيف يا اخوان. هات نشوف الفونكس. تعال يا فونكس نشوفك. الافلو اظبطه ولا خلينا نجرب دمج اوليتها. اوكي 15000. اوكي حبايب لفلتو ماكس وعطيته امبرنتنج. خلينا نجرب 72000. لوك لك يمين، لك اليمين ضربة قصيفة. اوكي 2000 سي. شو اسمه كنت له سي؟ هذا سي قديش؟ 58000 اكس. ما اله اوكي، يعتبر عادي برضو، يعتبر عادي جدا. انا حابب اشوف موضوع الدودوريكس واشوف هذول الزرق كيف نواجههم. في طاولة معينة انا مسويتها الاغلب هيك يا اخوان. معقول يا اخوان في اشي انا ما صنعته؟ يعني هاي ما صنعتها، مش عارف والله يا حبايب، ماني عارف هذي ايش. هاي شو هاي؟ What this؟ هولي شيت، ايش هاي؟ بيت هذا يعني؟ بيت، واو وربي واو يا زلمة. استنى اشوف والله. يا إلهي، هاي كابتن، هاي كلهم أكبر مني يا زلمة. أوه مين هاي؟ اضربوا لها تحية قاعدين. هلا والله وربي أسطوري والله عجبني. شوف في إشي تاني معقول؟ أرمرتك هاي بدنا شي إياها، شفناها هاي، شفناها. ماني عارف يا حبايب والله ماني عارف. هاي سويناها، هاي سويناها، هاي ما بعرف سويناها ولا لا، ولا سويناها. هاي جنبي، هاي جنبي هذه هي يا اخوان صح. وهاي سويناها. طيب شو ما سويناهوش؟ شو ما سويناهوش؟ هذول سويناهم كلهم ما ضل. هل في اشي بايدي اذا اسويه؟ معقول؟ اوكي حبايب بنفتحه على ليفل 110 تمام. كم ليفلي انا؟ 105. اوكي بدنا تشيبي، بدنا تشيبي يا اخوان منشان نقدر نفتح هدول الشغلات. بدنا تشيبي. اوكي في معي تشيبي؟ ما معيش. اوكي بدي اجيب تشيبي وافعلها. اوكي يا حبايب جبنا تشيبي ولفلنا حالنا، قتلنا الفا وحاليا رجعنا نقدر نلفل يا اخوان. اوكي حبايب حاليا بنقدر نشوف الغالي هذا، لكن لحتى الان برضه ما عرفت موضوع السدلات من وين. الاغلب هلا بتنصنع مشان نشوف. فتحت يا اخوان، اه والله فتحت، لكن برومو زارت لورد اسنس. من وين هاي؟ من وين برومو؟ حط برومو اشوف من وين هاي الاسنس يا اخوان. في شيء هون ب 120. اوكي الدودو والمانديكور بتسووا هون عن طريق هاي، بس مش عارف كيف نسويها. لازم ليفل 120. كيف بدي اوصل 100 ليفل 120؟ هذا الاشي ما بعرف. اوه هذه مشكلة والله، والله يا اخوان هذه مشكلة. يعني قلبت وبرضه ما عرفت صراحة. يعني زدنا ليفلاتنا، حاليا بنقدر نسوي هاي على ما اعتقد. دي شو ثواني والله، لا ما بقدر اسويها برضه. هذول مسكرين التنتين برضه، مش عارف شو هم. ادمن دومينوس، وهذا ايش؟ برومو موستد كاب. اوكي ما عرفت صراحة. هاي فتحت عندي، لكن بدها ايش؟ بدها برومو ديزارت لورد اسنس. من وين؟ من وين اجيبها؟ من وين؟ لازم نسأل الشباب يا اخوان، لازم نسأل الشباب. نعود نرجع لكم. اوكي يا اخوان بعد مقالبة وبعد 100000 شغلة لازم نقتل بوسات الخريطة كاملين مشان نحصل الليفلات هدول. ما بينفع غير هيك. صرت انا حاليا ليفل 125
بقدر اسوي اللي بدي اياه. تمام، بسم الله الرحمن الرحيم. عشان تسويها يا اخواني والله نتأكد بس نقدر نسوي هاي، بس اهم اشي هاي سكره مفتوحه. اوكي هادي اهم اشي يا اخوان، هادي اهم اشي على ما اعتقد. الاسنس بيجي منها، ايوه على ما اعتقد الاسنس بيجي من هاي. ايوه يا اخوان هادي بدنا نسوي هاي، شايفين نسوي هدول كلهم ونواجههم. هاي واحد، هاي اثنين، هاي ثلاثة، هاي أربعة. برس منو؟ يي أنا بفكرهم لازم أعملهم معاي. لا إله إلا الله. أوكي ثواني. أولي شت أولي شت. جبت العيد جبت العيد جبت العيد. هولي شيت، اوه ماي جاد. والى هنا سيداتي سادتي تنتهي سهرتنا لهذه الليله. نتمنى لكم جميعا نوما هانئا وتصبحون على خير. ستة اليوم ما بنص. هولي شيت. صار يا اخوان انا عرفت 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 شو المشكلة، عرفت شو المشكلة. دودو بسرعة. انا بدنا هذا دودو ريكس. ايوه هذا راح البيت، راح كل اشي، راح كل اشي يا اخوان. رب الكعبة راح كل اشي. هولي شت. او ماي جاد. العيد اللي جبته انا، جبت العيد والله، جبت العيد جبت العيد ربي جبت العيد وربي يا اخوان جبت ابو العيد. انا ما عارف شو بدي اخد والله، ما عارف شو بدي اخد يا اخوان والله ما عارف شو بدي اخد. لا اله الا الله. طيب نجيب بولت، مش عارف تسوي. خلص اوكي 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 يا اخوان، لهون بنكون وصلنا لنهايه مقطعنا. راح نتصرف، ما راح اقدر اقتلهم، راح اسوي بيت صغير انا اغراضي في بيت صغير، وبعدها بنرجع ان شاء الله المقطع الجاي بننهيهم ونخلص السلسله هاي. نراكم بخير والسلام عليكم.